ما بينسى لويس أبو نادر تاريخ 27 حزيران 2021، اليوم يلي تعرض فيه لحادث سير على طريق عجلتون سبب له بكسر بالرقبة جعله غير قادر على المشي. خسر لويس التوبوغراف عمله وجزء كبير من أحلامه، وأصبح أمله الوحيد أنه يمشي من جديد. بلشها برحلة علاج شاقة من سنتين لليوم جعلته يترك الكرسي ويتكي على العصا. وصلت لمرحلة بلبنان منهم كتير مجهزين، فعندي فرصة إذا بقدر سافر لبرا كرمال أرجع لحياتي الطبيعية. إرادته القوية إلى دور كبير بتقدمه بالعلاج، كما أنه إصراره على إيجاد المساعدة ليقدر يتلقى علاج بمركز متطور بتركيا قصة إلهام لحالات مثله. ولكن إيد وحدة ما بتزقف، فهو بحاجة إلى أصحاب الأيد البيض للشفاء. التكلفة بالشهر 9,000 دولار، هي المبعوث الرابور من هونيك 9,000 دولار بالشهر. أنا كل اللي عم بعمله هو بس لأنه حب أرجع لحياتي القديمة، يعني أرجع أمشي مثل قبل وهيك. أول مرة بتأثر والله، يمكن لأنه وصلت لمرحلة واقف جسمي. إلى جانبه دايماً طبيبه الفيزيائي الذي مرافقه بدرب العلاج من تاريخ الحادث. هذا الحادث أسفر على كسر بخرزات برقبته C6-C7، وصار من وراء الكيس تبعه صار عنده شيء بيتسمى بتترا باريزي. هي كان في أمل أنه ما يكون لويس هلأ عم بيمشي، ومن ميلة تانية في عنا أمل أنه يكون عم بيقدر يرجع يتحرك ويرجع يمشي والتفاصيل اللي صارت معه. وصلنا لمحل معين بالعلاج نقدر نتطور فيه يوم على يوم، وهذا الشيء بيقدر يساعده كمان برات لبنان انه يقدر يكون عم يعمل علاجه برات لبنان ليقدر يكفي هالتطور اللي نحن وصلنا له. هالشاب ضحية من ضحايا حوادث السير يلي بيدفع ثمنها شباب لبنان، على أمل انه تعود حياة لويس كما كانت بالسابق ويصبح الحادث ذكرى من الماضي.